حليب الأبقار، حليب الماعز، حليب الضأن، كله في واد، والحليب اللي راح نتكلم عليه اليوم في حلقتنا في واد ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد عبد الجبار في هذه الحلقة الرائعة والهامة جدا اللي راح تتعرف فيها على فوائد حليب الإبل وأبوال الإبل. نعم سمعتني صح، أبوال الإبل. قد تتعجب الآن وتقول لي دكتور أبوال الإبل فيها علاج؟ أقول لك نعم أخي الحبيب، وهذا التعجب راح يروح من عندك بعد ما تشاهد هذه الحلقة إن شاء الله. لكن أحب أقول لك في البداية، حليب الأبقار في العصر الحديث أدخلنا في مشاكل صحية بسبب تغذية الأبقار على الحبوب اللي سبب لها الأمراض، ونتيجة هذا صاروا يعطوها مضادات حيوية، صاروا يعطوها جروث هرمون اللي هو هرمون النمو. لذلك كل الأبحاث اللي عملت في العصر الحديث على حليب الأبقار كانت ضد حليب الأبقار. ليش؟ بسبب أنه تحول من حليب إلى مصدر للسموم والمضادات الحيوية، وهذا دخلنا في أمراض لا يعلم فيها الله سبحانه وتعالى. أما حليب الإبل وأبوال الإبل فعملت عليها أكثر من 450 دراسة كلها في صالحها، وراح تسمع في هذه الحلقة فوائد تسمعها لأول مرة وبالأبحاث الطبية. إذا كنت إنسان عادي خليك معنا، إذا كنت طبيب خليك معنا، وإن شاء الله تعالى ما راح تندم على مشاهدتك لهذه الحلقة وعلى بركة الله. أولاً فوائد حليب الإبل وقيمته الغذائية. حليب الإبل أخي الحبيب يحتوي على المواد التالية: البوتاسيوم، الكوبر، المنغنيس، والبروتين بنسبة عالية جداً وأكثر من كل أنواع الحليب الباقية، كما أنه يحتوي على فيتامين سي ثلاث أضعاف ما يحتويه حليب الأبقار من فيتامين سي. وهذا اللي ما يخليك تتعجب ليش البدو اللي يعيشون البادية ما يتناولون أي حمضيات، وفي نفس الوقت صحتهم ومناعتهم ممتازة جداً، وذلك بسبب تناولهم لحليب الإبل. الفوائد الطبية: تم إجراء مئات الدراسات على حليب الإبل وأبوال الإبل في علاج أمراض مثل التوحد، داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، الكبد المتشحم، وجميع أنواع أمراض الكبد مثل الأمراض الفيروسية، التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، إضافة إلى تسمم الكبد بالمعادن الثقيلة ونتيجة تناول الخمور والكحول، الأورام الخبيثة بكل أنواعها، وحتى أمراض المناعة الذاتية، وهذا اللي راح نتناوله في حلقتنا لهذا اليوم وبالتفصيل. خليك معنا. أولا في علاج أطفال التوحد، في الدراسات اللي عملت على الحليب أثبت أنه إعطاء للأطفال صباحا ومساء أو إعطاء بمقدار كوب قبل النوم للأطفال المصابين بالتوحد يؤدي إلى علاج فرط الحركة، يؤدي إلى رفع الكفاءة الذهنية لهؤلاء الأطفال، الكوميونيكيشن التواصل يعمل كمهدئ لهؤلاء الأطفال إذا كان عندهم فرط حركة، ويعمل على إصلاح هذه المشكلة من جميع جوانبها، وهذا عكس تماما حليب الأبقار وألبانها واللي خلينا المشكلة تتفاقم عند الأطفال المصابين بالتوحد، وهذا من عجائب حليب الإبل. ثانيا في علاج الأداء السكري، في تجربة عملت على 24 إنسان مصاب بداء السكري من النوع الأول، وانتبه على هذا الكلام أخي الحبيب، تم إعطاهم كمية من حليب الإبل نصف لتر في اليوم، تم متابعتهم لمدة سنتين، وبعدها وجد أنه خلال هذه السنتين انخفض عندهم جلوكوز الدم وانخفض عندهم الهيموغلوبين A1C، وهذه نتيجة رائعة جدا، كما أنه شكل لهم حماية لجسمهم من الأخطار الكارثية المترتبة على ارتفاع السكر. أما الناس المصابين بداء السكر من النوع الثاني، وجد أن إعطاهم حليب الإبل لوحده أو مخلوط مع أبوال الإبل كان له تأثير بالضبط مثل تأثير العلاجات الصيدلانية، ولكن بدون آثارها الجانبية السلبية المترتبة على استخدامها لوقت طويل. الآن نأتي إلى فوائد حليب الإبل للناس المصابين بمشاكل الكبد. وجد أن إعطاء حليب الإبل المخلوط مع أبوالها للناس المصابين بالتهابات الكبد المختلفة، التهاب الكبد الفيروسي بالذات نوع سي، تشمع الكبد وتسمم الكبد بالمعادن الثقيلة ونتيجة إدمان الخمور، وجد أنه يعمل على تحسين الكبد، يعمل على القضاء على الفيروس المسبب لالتهاب الكبد الفيروسي بكل أنواعه، كما أنه خلص الكبد من المعادن الثقيلة المتراكمة فيه، وأيضا من إصابته بالتسمم نتيجة الكحول، وأعطى الفرصة لخلايا الكبد حتى تجدد نفسها وتعيد بناء نفسها من جديد، وهذا شيء رائع لا تعمله حتى العلاجات الصيدلانية المستخدمة في هذا الباب. تأثير على أمراض ضغط الدم وأمراض القلب، وجد أنه إعطاء حليب الإبل مخلوط مع أبوالها يعمل على أولا خفض نسبة الدهون الثلاثية، رفع الكوليسترول المفيد اللي هو الـ HDL، وخفض الكوليسترول الضار واللي هو مضار لكن احنا نسميه ضار اللي هو الـ LDL، تحسين جريان الدورة الدموية وخفض ضغط الدم بشكل جميل جدا، بالذات لما يكون الإنسان على نظام غذائي صحي. الآن أثر على الجهاز العصبي، على الناس المصابين بالاكتئاب بالتوتر بالقلق، لما يتناولون الحليب حليب الإبل قبل نومهم يؤدي إلى رفع الناقل العصبي اللي نسميه جابا، اللي هو اختصار كلمة جاما أمينو بيتريك أسيد. إيش هو الجابا هذا؟ ببساطة هو أحد النواقل العصبية اللي يؤدي إلى تقليل الخلايا العصبية الأكتيف الفعالة بالدماغ، مما يؤدي إلى إحساس الإنسان بالاسترخاء ويخليه ينام بشكل مستقر نوم أعمق لساعات أطول، ويستيقظ في الصباح
وهو بمنتهى النشاط. الآن تأثير على أمراض المناعة الذاتية، وجد أنه إعطاء حليب الإبل المخلوط بأبوالها للناس المصابين بأمراض المناعة الذاتية يؤدي إلى تسكين الجهاز المناعي والتقليل من شراسته، كما أنه يعمل كمضاد أكسدة لحماية الخلايا من الشرائد الحرة، ويعمل على علاج أمراض مثل التهاب القولون التقرحي مثل الروماتويد، سوفان المفاصل، الصدفية والأكسمة. أنه يشرب شوربا أو يستخدم كمرهم لدهان المناطق الجلدية المصابة للناس المصابين بالأكزيما والصدفية وكل أنواع الأمراض الجلدية الثانية اللي حتى ما تنتمي إلى أمراض المناعة الذاتية. الآن تأثير على الأورام السرطانية، وهذا واحد من أكثر الأبواب اللي عملت عليه دراسات في هذا الباب. وجد أنه تناول حليب الإبل المخلوط مع أبوالها يعمل على تدمير الخلايا السرطانية، رفع وتشغيل المنظومة اللي نسميها الأتافجي لمنظومة الالتهام الذاتي، رفع معدل انتحار الخلايا السرطانية، وهذا الشيء لا يعمل إلا الصيام وتجويع الخلايا السرطانية. وهذا من عجائب ومميزات هذا الحليب أنه يعمل على عمل كل هذه الأشياء رغم أنه الإنسان مو صائم. حليب الإبل اللي يعمل على رفع مناعة الجسم مع أبوال الإبل، أثبتت الدراسات أن المواد الموجودة فيها تعمل على قتل الخلايا السرطانية وإبادتها ومنعها من الانتشار في الجسم، وهذا تم إجراءه على الناس المصابين بسرطانات الجهاز الهضمي، النساء المصابات بسرطان الثدي، وجميع أنواع الأورام الأخرى مهما كان موقعها بالجسم، بالذات أورام الجهاز الهضمي. ليش حليب الإبل وأبوال الإبل تعمل على استقرار الجهاز المناعي ورفع مناعة الجسم؟ لأنه تحتوي على الأنزيمات التالية اللي شاهدوها، وهذه الأنزيمات الرائعة تعمل على تنظيم عمل الجهاز المناعي وتسكينه ومعادلته في حالة الإصابة بمشاكل أمراض المناعة الذاتية. الآن أثر حليب الإبل على الإصابات البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية بمختلف أنواعها، وجد أنه إعطاء حليب الإبل مخلوط مع أبوالها للناس المصابين بأنواع من البكتيريا مثل إيكولاي، سالمونيلا، ستافلوكوكس أوريس، هذه الفصائل من البكتيريا، وجد أنه حليب الإبل المخلوط مع أبوالها يعمل على إبادتها بطريقة أفضل حتى من العلاج الصيدلاني، بالذات للسلالات من هذه البكتيريا والفطريات والخمائر اللي يساعدها ما نسميه بالدراج ريزيستنس أو مقاومة العلاجات الصيدلانية. الآن بعد أن عرفنا كل القيمة الغذائية والفوائد الطبية لحليب الإبل وأبوالها، قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي. ممكن تقول دكتور طيب البول مو نجس؟ أخي الحبيب، هناك قاعدة فقهية أجمع عليها كل أمة المذاهب، تقول هذه القاعدة الفقهية: كل ما يؤكل لحمه طاهر بوله. لذلك أخي الحبيب، كانت النساء يعالجون شعرهم، تساقط الشعر وغيرها من الأمراض الجلدية ببول الإبل، وهذا شيء متعارف عليه في التاريخ العربي وفي الطب العربي وحتى عند الأمم الثانية اللي تربى عندهم الجمال. المسألة الثانية: كم نخلط من أبوال الإبل مع الحليب؟ هذا أخي الحبيب أنا أفضل أنه تسأل فيه الناس اللي يربون الإبل، لأنه حقيقة هم أعلم مني ومن الأطباء في هذا الباب. وبشكل عام أخي الحبيب، لو أتينا بلتر من الحليب وخلطناه مع 100 مل من أبوال الإبل، فهذا إن شاء الله تعالى راح يكون فعال وما راح تحس بأي طعم به. كم مرة تتناوله؟ إذا كنت إنسان تحب تقوي مناعتك، تحب ترفع من كفاءة عمل جسمك، تلتزم بنظام غذائي صحي وتتناول حليب الإبل بمقدار كوب واحد قبل النوم مساء. أما إذا كنت إنسان مصاب بأي مشكلة من المشاكل الصحية اللي تحدثنا عنها، فتستطيع تناوله في الصباح وفي المساء بمقدار كوب من 250 مل، وهذا إن شاء الله تعالى يحمل بشكل رائع في علاج كل الأمراض اللي تعاني منها. ولكن تذكر دائما أخي الحبيب، لازم تكون على نظام غذائي صحي، ما بي سكر، ما بي خبز، خالي من القمح، خالي من كل الأشياء المعدلة وراثيا حتى تستفاد منه بأفضل شكل. الآن في هذه الحلقة بعد ما عرفنا هذه المعجزة الربانية الرائعة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في حليب الإبل، واللي ورد فيها حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري للناس اللي كانوا مصابين بمشكلة في الجهاز الهضمي، وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرات العبل وأمرهم بأنه يشربون حليب الإبل مخلوط مع أبوالها، وهذه كانت طريقة عربية مستخدمة حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أكدها وأكد ما فيها من قيمة علاجية، لأنه لا ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام. لذلك هؤلاء الناس بعد أيام شفوا تماما كلهم، وهذا ثابت أيضا في السنة النبوية، وهذا اللي أثبت العلم الحديث. لذلك الآن حليب الإبل إخواني الأحباب هو أغلى نوع من أنواع الحليب الموجود في السوق. اللتر الواحد من عنده سعره 40 دولار أمريكي، وهو أغلى حليب في العالم، حتى أغلى من لبن العصفورة اللي كانوا إخوانا المصريين يتحدثون عنه بالأفلام المصرية القديمة. في نهاية هذه الحلقة لا تنسنا من اللايك، شير، سبسكرايب، دعم القناة. نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم كلها حب الصدر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر موقع العيادة الرقمية على الواتساب، ولكل الأخوة الرغبين في علاج أمراض مزمنة من جذورها على الرحب والسعة على العيادة الرقمية. نتمنى أن تكونوا استفادتوا من هذه الحلقة، انشروا هذه الحلقة ولا تنسنا من دعائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.